فالمدير العام لضبطي النشاطات وتنظيمها على مستوى وزارة التجارة سامي قلي صحة الأخبار المتداولة حول نقص تزود السوق بمادة الفرينة، مؤكدا أن هذه الأخبار كاذبة وأن الأشخاص الذين قاموا بنشرها كان لهم أغراض معينة من نشرها. احنا اليوم نأكد ونطمن المستهلكين والمواطنين بأن كل المواد متوفرة والأسعار رانا نتبعوها أول بأول في الميدان، خاصة في هذا الظرف الصحي الصعب والصعب جدا. اليوم على كل المهنيين يتحملوا مسؤولياتهم. بالنسبة لمادة الفارينة فيه بعض المعلومات المغرضة اللي تقول باللي كاين ضغط على مادة الفارينة، احنا نفند ونكذب هذه المعلومات. الناس هذو عندهم غرض من وراء كل هذه المعلومات المغلوطة. احنا اليوم نأكدوا باللي كاين 432 مطحنة راهي شغالة وممنوع عليها باش تقوم بالتوقف التقني. القرار اتخذوه السادة الوزراء، السيد وزير التجارة والسيد وزير الفلاحة، نظرا لهذا الظرف الصعب اللي تمر به البلاد وتحسبا لكل طارئ. اليوم الكميات الموضوعة في السوق تكفينا وتكفي حتى جيراننا. نقدر نقول باللي اليوم 317 ألف قنطار من القمح اللين تتزود بها 432 مطحنة اللي توفر 24 ألف قنطار من هذه المادة، يروح منها حوالي 5100 قنطار إلى الخبازين فقط. وصرح المدير العام لضبطي النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة أن المشكلة جاء جراء رفض بعض الخبازين للفاتورة ورفض اقتناء هذه المادة من المطاحن واقتنائها بسعر باهظ من عند تجار الجملة. الظاهرة اللي لاحظناها هذا اليومين الأخرين وهو مصالحنا ومصالح وزارة الفلاحة في فرق مشتركة قامت على بعض النقائص. أولا هو الرفض لبعض الخبازين واللي لازم يتحملوا مسؤوليتهم، رفض الفاتورة ورفض اقتناء هذه المادة من المطاحن ويروحوا يقتنيوها بسعر باهظ ومرتفع من عند تجار الجملة. احنا اليوم نحملوهم المسؤولية تاع هذه الظاهرة هذه، وراح تكون متابعات قضائية وتداعيات أخرى تقدر توصل حتى الغلق. ثانيا رفض الأكياس تاع 50 كيلوغرام وهذه ظاهرة جديدة. رفض هذه الأكياس راح يسهل للبعض تحويل هذه المادة باش ما نقولش إلى يؤدي إلى المضاربة. من هذا المنبر أنا نأكد للجميع أنه وزارة التجارة والسلطات العمومية رايحة تقف بالمرصاد لكل هذو الناس اللي يعتبروا نفسهم تجار وهم ما عندهمش صفة التجار.